تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل طاجن الخضار بالجبنه في الفرن مع بعض مقاديره على الشاشه. طاجن رز بالخضار، معانا رز مصري، معانا جزر، معانا كوسه، معانا بصل وتوم، شويه كزبره، شويه زعتر، معلقه سمنه، جبنه موزاريلا، معلقتين دقيق او ثلاث معالي دقيق مع الحليب والزبده. المقادير على الشاشه. طاجن الرز بالخضار، مش رز معمر بقى، ده رز بالخضار بمدرسة تانية خالص. مقاديره على الشاشة، بسيطة وسهلة. ولكن خلونا ناخد العدس يغلى على النار دي كده عشان نستغل النار واحنا واقفين مع بعض. يلا بينا. هنا معانا دي مخرجنا الجميل زي الفل، ناخد هنا الحلة دي عشان نعمل فيها الرز بالخضار. حلوة قوي. معلقة زيت كالعادة، ودايما بستخدم معلقة زيت مع إضافة الزبدة أو السمنة. حلو. المقادير شفناها على الشاشة، كوسة، جزر، بصل، فلفل. تاخد البصلية الحلوة دي كده. شفت أنا بدأت إزاي بالحاجة اللي بتاخد وقت كبير، حطيتها على النار ونسيتها، ده الطبيعي. معانا كوسة بنقطعها بالشكل ده كده. أنا عايز الخضار شخصيته تبقى قوية في الطاجن. تقدري تعمليه بالفريك أو بالبرغل، بس أنا عايز أضيف جبنة موزاريلا وشوية وايت صوص كده حلوين، فأنا استخدمت الرز المصري أفضلهم طبعًا. الجزرية بالشكل ده كده كمان نفس القصة. مهم جدا تقطيعة الخضار تبقى لطيفة وجميلة. هناخد الخضار ده يا عم الشيف مع بصل مع ثوم مع عود روزماري ونشوحهم في الحلة اللي بتسخن على النار. يلا بينا. يلا بينا. شكل الخضار زي الفل. انا خدت زي ما هي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل بقى هنا. الله. ونشوحهم على النار وندورهم مع السمنه زي الفل يا عم الشيف. الصوره حلوه بالجزر. عود الروزماري الحلو ده كده معانا، ونقلب الحاجات الحلوه دي مع بعضيها. حلو. وانا شغال الخضار ده لازم يستوي تلات ارباع سوا تقريبا او نص سوا قبل ما انزل بالرز عليه بالشكل ده كده. بنزود الميه المغليه بتاعتنا عشان ناخد منها للرز. شفت انا بشتغل ازاي؟ في نفس الحل، واسيبهم يغلوا على النار. معانا فص ثوم حلو، بنقلب الحاجات الحلويات دي مع بعضيها. شفت ازاي؟ نبدا نحط البهارات بتاعتنا على الرز. فلفل اسود، شويه ملح حلوين، شويه كركم حلوين، كل دي بهارات الرز. طاجن، لما اقول طاجن يعني فيه فليفر، يعني فيه توابل، يعني فيه شويه بهرجه. صينيه طاجن، بس الطاجن طبعا افضل حاجه بيحب البهرجه. بهرجه جايه من مهرجه، يعني توابل كتير. نقلب كل ده مع بعضه. المطبخ هو واحد. انا فتحت باب التلاجة، الدرج بتاع التلاجة، ليه شوية جزر، شوية كوسة في جنب كده ماشي، كيس عدس طلعته، شوية رز، كوباية رز غسلتها، معلقتين دي مع معلقة زبدة. دلوقتي هعمل شوية وايت صوص حلوين كده بالجبنة عشان نغلف بيهم الطاجن ده كده. ده الخضار على النار، الطبيعي ان انا هنزل عليه مية. الله. اللي يهمني قبل ما اعمل الاكل تنظيم وقتك في المطبخ. عندنا اولاد في المدارس، عندنا جوزك ممكن يكون اجازه النهارده في البيت، ما تضيعيش وقفتك طول النهار في المطبخ. ليه؟ بالكتير تقفي ساعه. الشيف مغازي بيجي يقف ساعه، يقف انت ساعتين يا ستي، اسمح لك بساعتين في المطبخ. هتعملي المنيو اللي انا عملته ده. اخبار العدس ايه؟ طاجن الرز بالخضار مع الجبنه والوايت صوص للاطفال الحلوين اللي بيحبوا الحاجات اللي فيها وايت صوص، ونحببهم في الخضار
وطبعا ما تنسوش في حاجة مهمة جدا مع بعض، فراخ مشوية بالثوم والزبادي، دي مدرسة لوحديها. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. بعمل شوية وايت صوص بالدقيق والزبدة، طبيعي بنحمر الدقيق مع شوية زبدة ومعلقة سمنة، بننزل بالحليب، كامل الدسم قليل الدسم ده اختيارك. خلوهم على النار كده، توابل الوايت صوص، شوية فلفل مع شوية ملح مع شوية زعتر حلوين لأن ده هينزل على وش الرز، ونسيبهم على النار ياخدوا القوام بتاعهم. حلو قوي لغاية دلوقتي، فاهمين الدنيا ماشية معانا ازاي. معانا الخضار بتاعنا على النار على وشك ان هو خلاص هننزل بالرز بتاعنا الحلو ده كده، ده كتير، دول كفاية قوي، ونسيبهم على النار يا عم الشيف. احنا بنظبط الرز هنا على قد عيار الخضار والسوائل اللي هي الشوربه، اهي هتحتاج شويه كمان بس خلاص. يفضل هنا الرز ما يكونش يبقى فيه سائل عامل زي الريزوتو كده، مش هاخده طبعا مستوي جامد. هنسيبه على النار بالتوابل بتاعته مع الخضار يتحضر ويحل مع الخضار، ويتعرف على الشوربه بتاعت الكوسه والجزر والبصل والتوابل، ونسيبه على النار. اخبار العدس ايه؟ زي الفل، في طريقه للسوى. حبيت العدس بتفتح زي الزهره، خاصه العدس المصري بتاعنا، العالم كله بيشهدني. معانا شعريه؟ حلو الكلام. هناخد الشعريه نحمرها هنا. اخبار الرز، بص على الرز وبص على الحلاوه بالله عليك، شوف الشقاوه، بص اهو 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 الرز المصري اهو، لم الشمل ما بين الخضار والطعم والفليفر، شايفين الحلاوه دي؟ هو ده اهو اهو اهو. هناخده زي ما هو كده يا عم الشيف، زي ما هو. يلا بينا يلا بينا في الطاجن اهو، يا حلاوه. بصل، ثوم، كوسة، جزر، زعتر، شيل الزعتر ده من هنا مش عايزه، خدت الطعم بتاعه والمراد منه، شكرا. الله، ايه الريحة الحلوة دي يا عم الشيف، ايه الجمال ده. زي ما هو كده ناخد الشعرية هنا، قصدي العدس هنا على نار شديدة. معانا وايت صوص، الاخبار ايه؟ ايه الحلاوه دي اهو. بص على الوايت صوص، بص على القوام، عايز شويه حليب تقل معايا، بنزوده شويه حليب، ده الطبيعي، نقلبه. بص على الحلاوه، هو ده اهو، طاجن رز فيه كل العناصر الغذائيه، تدور على بروتين هتلاقي، الياف في الكوسه هتلاقي، معالجه الامساك والكولون هتلاقي من الكوسه والياف الكوسه، فيتامين سي في الجزر، رز كربوهيدرات نشويات، معادن في الرز المصري بتاعنا، بصل مش محتاجين نتكلم عنه. ده الوايت صوص بتاعنا، ياخد من البيضه واحده، نرفعه من النار، نقلبها، ننزل بيه على الوش. ايه الحلاوة دي يا شيف؟ ايه الجمال ده؟ ايه الشقاوة دي؟ الله، ونسيب التفاصيل كده باينة عشان مخرجنا بيحب التفاصيل. معانا جبنة موزاريلا، ناخدها كده نسقطها على البشاميل ده كده. طاجن فيه كل العناصر الغذائية، فيه الهرم الغذائي بمكوناته. درجة حرارة الفرن عندي 180، يلا ندخله الفرن مع بعض. يلا بينا، رشة زعتر حلوة، ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ بيسألنا المخرج بتحب انت تحمصه كده؟ هناخد الطاجن بتاعنا، دي الجريلا هنخليها هنا، وناخد الطاجن الحلو ده كده بتفاصيله بشوية الحب اللي فيه، وندخله الفرن. طبعا اللي ما حضرش من البداية
المكون الرئيسي للطاجن ده فيه تفاصيل كتيرة، فيه خبرة طهوية من بداية تقطيع الخضار لغاية لما دورته مع سمنة بلد وبصل وتوم، سبته يستوي مع شوية فليفر من التوابل، في الآخر نزلت بالرز المصري بتاعنا اللي هو البطل بتاع الطاجن ده. هيزعلني. ربك بيكرم، شفت ازاي؟ أول ما قلت مش هيزعلني اشتغل. تعالوا مع بعض ناخد الشوربة دي على نار كده، يلا بينا ونجيب الجريلا بتاعتنا ونبص على الطاجن بالمرة. لا والله ابن حلال يا مغازي، تعالى بص تعالى بص تعالى وصلي على الحبيب قلبك يطيب. شوف الطاجن وشقاوة الطاجن في الفرن. بالله عليك تبص عليه. اللهم صل على النبي. طلعه ولا خليه؟ جاهز، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايزك تدلعه لان ده تعبت عليه صراحة يعني. تعالوا مع بعض.